بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي نجوم الكبار كابتن علاء مرهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عبد الرحمن، كابتن احمد بلال. اهلا وسهلا. مبروك لنادي كابتن ازيك كابتن عندي. مبروك للنادي الاهلي على الفوز وعلى اعتلاء القمه وسلم الترتيب هو الاول، وهارد لك لنادي وادي دجله. المباراه كانت النهارده كابتن ايمن صعبه جدا جدا نتيجه الاحداث داخل مناطق الجزاء، نتيجه القرارات التحكيميه سواء من حكم الميدان او من حكام المساعدين او من تدخل الفار في بعض الحالات التحكيميه. قبل ما نروح لطاقم التحكيم سريعا بنتكلم على الحكم ابراهيم الدين. ابراهيم الدين النهارده كابتن ايمن تميز، واحنا قلنا الحكم المتميز اللي هو بيجعل المباراه صعبه سهله. دايما بنقول الكلام ده لحكامنا، انك انت لما تكون مباراه صعبه انت تسهلها على نفسك. الحكم بالعكس، هناك حكام تبقى مباراه سهله جدا كابتن علاء وهو اللي بيصعبها على نفسه. النهارده ابراهيم الدين النهارده كان هادي جدا جدا جدا. الهدوء اداله ايه؟ اداله ثقه، اداله تركيز، اداله تميز، اداله الثبات الانفعالي، واداله اتخاذ القرارات بكل ارتياحيه. ده اللي احنا بنتكلم على الفتره اللي جايه، واحنا قلنا كابتن ايمن دايما دايما الفتره الجايه صعبه بالنسبه للتحكيم. اختيار الحكم هنا كان طاقم التحكيم بالكامل اعتقد كان اداره جيده. هروح لطاقم التحكيم. ابراهيم نور الدين كان الحكم الساحه، حكم الميدان. سمير جمال حكم الدولي وكان مساعد رقم واحد، وكان محمد عبد المجيد جيدو في المساعد رقم اثنين، اسامه بكر الحكم رابع، وعصام بكر حكم رابع، وعلى الفار كان الحكم المتميز محمود بسوني ومحمد يوسف. نروح للحاله الاولى عشان الوقت. شوف هنا لعبه من الالعاب المهمه جدا كابتن ايمن. ابراهيم نور الدين فتح زاويه رؤيه واضحه جدا جدا، وهرجع تاني معلش تسمح لي بس هرجع، وهنا هنشوف وهنا تحرك ابراهيم. نمشي هو هنا ابراهيم بيتحرك، هنا فتح الزاويه، هنا ستوب هو هنا كابتن شايف كل اللي هيحصل، يعني عنده زاويه واضحه ورؤيه واضحه جدا. شوف في المخالفه، واحنا قلنا دايما المخالفه ركله جزاء او الهدف، ان لم تسبقها مخالفه قبليها بيتم الغاء ركله الجزاء او بيتم الهدف. نروح نشوف هنا مخالفه لمس الكره بالايد. هو هنا ابراهيم حسب ركله جزاء على النادي الاهلي، ولكن هنا مع مراجعه الهدف كابتن هنا بنشوف هنا الايد في وضع غير طبيعي، وبالتالي هنا الايد كبرت حجم الجسم، وده خلاص احنا بنقوله عادي. الاستفاده من هذه اللقطه بنقول للمدافعين من فضلك داخل منطقه الجزاء حاول دايما الايد تبقى مش في الوضع اللي هو ممكن يخلي الحكم يحسب عليك ركله جزاء او الايد بتكبر وضع الجسم. خلي دايما وانت كمدافع حريص ان ايدك ما تبقاش انت خارجه عن نطاق جسمك عشان ما تبقاش عامله بلوك للكوره. نرجع بقى للقطه بتاعت الفار. هنا حلوانا بيشيك على ركله الجزاء قبل ما بيتم التنفيذ. شوف هنا لاعب دجله اللي هو هناك بعيد خالص، يمكن سمير جمال هنا هي حاله مش عاوز اقول صعبه ولا سهله، ولكن كان لابد من التمركز لسمير جمال يمين خطوه عشان يقدر يكشف ان كان هناك تسلل من عدمه، وبالتالي انا شايف ان هنا تسلل قبل ركله الجزاء، وبالتالي هنا تم الغاء ركله الجزاء. والقرار هنا من الفار 10 على 10. محمود بسوني بالحقيقه طبعا، محمد يوسف النهارده امتياز في الفار. الحاله اللي بعد كده نشوف الحاله اللي بعد كده، وحاله من الحالات المهمه تاني بنشوف هي دي الحاله. خلاص احنا شفنا الحاله دي خلاص، وشفنا القرار وشفنا الغاء. هو هنا المخرج بتاعنا الجميل بيتكلم في نقطه مهمه جدا كابتن ايمن. الحكم رغم ان هو تميز، ولكن في حاجه مهمه جدا، الوقت بدل الضايع. هذه الحاله بالظبط خدت 3 دقائق الا 10 ثواني بالحساب. يبقى انا عندي 3 دقائق الا 10 ثواني، وعندي في شرب المياه دقيقتين، ادي كده كام؟ خمسة. وعندي اصابتين للاعب دجله، لاعب اصيب ثم تم استبداله، ولاعب اخر اصيب ثم تم استبداله. بالظبط كده عندي تقريبا 7 دقائق يا كابتن احمد. لا يعني من غير ما اقول ابدا ان انا احسب 3 دقائق في الشوط الاول. دي تقريبا لابد من حكم الفار او الايفار ان هو ياخد التوقيت عنده ويبلغ بيه الحكم، لان النهارده بنشوف ان ممكن فريق في اخر 5 دقائق او الوقت الضايع كابتن احمد يبقى عامل يعني ضغط ممكن يجيب هدف. النهارده من 7 دقائق او 6 دقائق تحسب 3 دقائق طبعا يعني شيء مش معقول. نروح نمر للحاله اللي بعد كده. هنا بنشوف سمير جمال المتميز. نشوف هنا على طول سمير جمال اشاره وتكنيك وبيشير على المخالفه، وهنا بنقول
هو اقرب للمخالفه من حكم وراه، وبالتالي ولكن هنا كان في توافق وكان في تعاون نموذجي ما بين حكم مساعد رقم واحد وحكم المباراه. مخالفه واضحه والاشاره بتكنيك صحيح لسمير جمال. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا. محمد عبد المجيد مش بس بنجيب التسلل لكابتن علاء، ولكن بنجيب احيانا استمرار اللعب للحكم مساعد، ما هو ده تميز برضك. شوف هنا محمد عبد المجيد الحكم المساعد رقم الثاني، نشوف نمر نشوف هي الكره راحت لمين. هرجع تاني معلش، حاله من حالات التميز للحكم محمد عبد المجيد. يعني هنا بنشوف اخر مدافع هنا اصفر، وهنا لاعب نادي الاهلي هنا في موقف سليم، ولكن حاله من الحالات الصعبه اللي المساعد رقم اثنين محمد عبد المجيد اشار باستمرار اللعب، وبالتالي هنا بقول ان هو تميز في هذه الحاله. نخلي الكره تمشي ونشوف، هو هنا الحكم مساعد اشار باستمراريه اللعب، وكان ممكن هنا يعني يجي هدف. حكم مساعد ثاني مش مركز ومش عنده التمركز الصحيح، كان ممكن يشير على هذه المخالفه بالتسلل. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هدف نفس الشيء، سمير جمال بشيد بيه. حاله مش صعبه قوي، ولكن بعد الحاله الاولى هو هنا التركيز موجود والهدف صحيح 100% نتيجه عدم وجود مخالفه التسلل. نشوف هنا تدخل احمر وتدخل اصفر، ولكن هذا كان تركيز سمير جمال في هذه اللعبه، كان تركيز سمير. نمشي ونشوف كره تروح وبعدين ترتطم بالحارس، ثم كهربا بيسجل الهدف الصحيح لنادي الاهلي. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. نشوف حاله من الحالات المهمه ايضا، هنا قرار. نقف هنا ونشوف هنا الحكم، لازم انا اقف واقول للحكام هو ده الحكم، هو ده الحكم النهارده. نرجع ونشوف التوقع والقراءه. شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. ستوب، ابراهيم فين يا كابتن؟ هنا قريب قريب وعنده الزاويه الرائعه. خلي بالك كان ممكن تبقى اللعبه دي جوه، وكان ممكن الفار هنا مش موجود، ولكن هنا ده الشغل بيقول الحكام دايما اشتغل على نفسك وخلي بالك ويكون عندك توقع تبقى متواجد. نروح للحاله ونشوف هل هي من خارج منطقه الجزاء ولا من داخل منطقه الجزاء. نشوف هنا الرجل هنا كانت خارج منطقه الجزاء، هو لا يتردد في احتساب المخالفه من خارج، واعتقد ان الفار اكد معاه هنا الرجل خرجت خارج منطقه الجزاء، وبالتالي هنا المخالفه من خارج منطقه الجزاء. بشيد بقرار ابراهيم في التوقع في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. ايضا حاله من الحالات مهمه جدا جدا، ونشوف الراجل جاي. كره هنا سابقه ولا اللاعب اللي سابق؟ كابتن علاء، حاله مهمه جدا محتاجه التركيز، وده اللي بيقوله دايما المساعد. هنا الاول حاله من الحالات الصعبه عند سمير جمال المتميز. نشوف لحظه التمرير، هنلاقي هنا الموقف اللاعب جاي من تحت سليم. نمشي ونمر، سليم تماما تماما تماما، ثم فوجئ باللعبه الثانيه سمير جمال اللي هنا الكره سبقت اللاعب المهاجم. تميز للحكم مساعد رقم واحد سمير جمال في هذه الحاله، وبالتالي هنا هدف ايضا صحيح نتيجه التركيز واليقظه من الحكم مساعد الثاني. نروح ل بعد كده. شوف الحكم لما يكون عنده الثقه والهدوء خلاص لا يتردد في اشهار البطاقه الصفراء نتيجه التهور، لا يتردد. ليه؟ احنا قلنا الهدوء بيجيب ثقه وتركيز وشخصيه وقرارات تحكيميه جيده. هنا المخالفه والعرقله موجوده والبطاقه الصفراء مستحقه في هذه الحاله للاعب وادي دجله. اخر حاله تقريبا والحاله مهمه جدا، ونشوف هنا هذه الحاله. اشار ابراهيم نور الدين باستمرار اللعب، وراحت الكره 4-2 وهدف للنادي الاهلي. احنا قلنا كابتن ايمن كابتن عادل الهدف لابد ان هي بتعمل عليه الشك من الفار. نشوف هل في مخالفه ولا مفيش مخالفه. الكل راح للايد من فوق والشد والجذب، خلي بالك. لا ننزل تحت شويه ونشوف هنا القدم، الرجل الشمال في الرجل اليمين صلاح محسن، رجل الشمال هنا واضحه جدا جدا. نمشي ونشوف، نمشي هنمشي تاني نشوف هنا هنا بالظبط هنا هنا العرقله هنا واضحه من الرجل الشمال. قرار الفار هنا بقياده محمود بسوني كان قرار صحيح بشكل عام. يا كابتن ايمن، واحنا قلنا اكتر من مره هنا في قناه النادي الاهلي مش عيب ان انا اقرر كابتن احمد الحكام قرر، لان انا عندي 7 مباريات اللي جايين او 8 مباريات جدا مهمين جدا على سلم الترتيب، محتاجين الحكام اللي هم متميزين عندهم الشخصيه عندهم الثبات عندهم الهدوء زي النهارده ابراهيم الدين. بشيد بيه بقول له دايما استراتيجيتك الجديده في ادارتك مباراه ابراهيم النهارده نجحت في اداره مباراه النادي الاهلي، ودجله بالتوفيق لكل حكامنا في الفتره السابقه، والف مبروك للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا، شكرا خبير التحكيم المتميز كالعاده كابتن نصر عباس. الف شكر كابتن.
وبانتهاء الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم بين الأهلي ووادي دجلة والمؤجلة من الأسبوع ال 22 للدوري العام المصري الممتاز والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 واعتلاءه قمة الدوري العام المصري كعادته دائما. ألف مبروك للنادي الأهلي وبالتوفيق للمباريات القادمة إن شاء الله. حابب في النهاية أشكر نجومي الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن علاء مهيوب ألف شكر يا كابتن. شكرا لك. ما خدناش النهاردة نجم المباراة مين؟ إيه؟ طب ماشي نقول كابتن علاء مين؟ قول أنت. هنقول تاني؟ ما احنا ما قلناش. مش أنا قلت حسين هو قال واحد حسين الشحات. قلت مين يا كابتن؟ ألف مبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله المباريات القادمة إن شاء الله. كابتن سامح عربي ألف شكر يا كابتن. شكرا لك. مبروك الحمد لله. شكرا عبد الرحمن ألف شكرا كابتن نورتنا. شكرا يا كابتن أيمن والحمد لله يعني لما نقتل القمة ما بننزلش ونقول يا رب إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كابتن أحمد بلال ألف شكرا كابتن نورتنا وشرفتنا. كابتن أيمن وبشكر كابتن عادل طبعا يعني نورنا النهارده وشرفنا كتير قوي يعني. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.